يكون لرئيس الجمهورية مواقف أو يعبر عن مواقف حدثية بطبيعة الحال يجد الصد والنقد الشديد وحتى التكفير من طرف يعني الشق تكفيري كامل وفي اليمين، وعندما تكون يعني انتقاداته موجهة للأداء السياسي للمعارضة فإنه يجد رد فعل قوي جدا. هذا الأمر سيزيد نقوله أنا، وحتى لو لم تكن هناك تصريحات منصف مرزوقي هذا الأمر سيزيد في الفترة القادمة. حتى لو بقي منصف مرزوقي ساكتا طيلة الأشهر القادمة سيزيد، باعتبار أن هذه الأطراف دخلت في حملة انتخابية وتعتبر أن منصف مرزوقي يمكن أن يعني يشكل تهديد لها وهو يشكل تخوف لها، وبالتالي المسألة السياسية ولا علاقة لها مطلقا بتصريحاتها.